دائما في إطار إحياء الصناعات التقليدية المندثرة والصناعات الحديثة المطلوبة، دائما في ضيافة الأنسة سهام اللي راها واقفة معنا بقوة واللي ما راناش طالقينها أعزائنا المشاهدين حتى ندوا منها كل الصناعات. شفتونا المرة اللي فاتت مع سهام ونورينا لكم طريقة الرسم على الزجاج المزخرف. اليوم الأنسة سهام قالت لكم أسيدي نوري لكم كيفاش تكتبوا على التريكوات. كاين بعض الشباب يبغوا يكتبوا سوماتهم وكاين بعض الناس يبغوا يديروا لي لوغو. يلا أعزائنا المشاهدين خليكم مع سي سهام اللي توضح لنا أكثر. قبل ذلك سهام كراكي دايرها صباح ولا الحمد لله مرحبا بكم مرة ثانية عندنا إن شاء الله. واليوم اللي رايحين نخدموا الرمز تاع الحصة تاع صناعة الزمان نبدأ بالطريقة إن شاء الله الرحمن الرحيم باش كل السيدات وحتى كل السادة يتعرفوا على أنهم كيفاش يبيرسوناليزي ولي تيشيرت تاعهم. يلا كاين بعض الناس يبغوا يكتبوا الرموز التجارية في التريكوات تاعهم ما عندهمش الامكانيات باش يروحوا يخدموها بالدراهم. اليوم ان شاء الله باذن الله مع الانسه سهام نوري لكم الطريقه والطريقه بسيطه جدا جدا. يلا سهام انا مدبية قبل ما تورينا الطريقه كيفاش مدبية نعرف الوسائل المستعمله. هي عباره عن الالوان اللي يستعملوهم اضافه الى البلاستيك كما هكا اللي قادر يكون عباره على اسيتات هايدا تاع لي باج دو غاردي نخدموهم في لي ميمو وبيانتو يكون لو راديو تاع اللي نخدموا به عن طبيب. يعني سمحي لي دقيقه نفهمهم. قالت لك سي سهام ما عندكش لي مويا باش تشري هذا يا سيدي دير الراديو. كاش راديو يكون قديم تغسله بالجافيل يمشي له هذيك لي كولار ويولي كيما هكا او تخدمو به ساهله مهله مباشره تخدم ولا مباشره كيما قالت الانسه سي. المهم نستحقوا الفوتو تاع الرمز ولا تاع الاسم اللي يكونوا حابين نخدموه نعملوا له فوتوكوبي كيما هكذا. يلا الانسه سهام اختارت باش اليوم تخدم لنا صنعه زمان يعني الاسم تاع الحصه تاعنا. هذه سهلة مهلة تروح لأي سبار يخدمها لك. مثلا التقني تاعي اسمه عبد الرحيم وبغيت تكتب عبد الرحيم في البيل تاعك تكتب عبد الرحيم ولا رياض ولا سهام ولا جعفر. يلا وصل يا سهام. الفوتو هذه كي نخرجوها رايحين نجيبوا لاسيطة تاعنا. سني سهام من الأمور اللي لازم تتوفر لازم يكون عندك تريكو. أكيد هذيك حاجة منها هو القاعدة وعلاش راني رايحة نخدم ومشي شرط يكون جديد مشي شرط يكون جديد حتى أنا باش نجدو فين نعطيو له اللمسة هذه اللمسة هذه نخدمو له لوغو ولا لافوتو على الورقة نحطو عليها أزيت هذه ولا بيانتو الراديو نسكوتشيو لي بابي تاعنا باش ما يبوجيش بيان سور ونجيبو لو كيتور اللي تكون متوفر عند الكانكوري اكيد واي اي كانكوري تلقى عندها الكيتور ونديكوبيو كامل ليكريتور ولا لو ديسان اللي عندنا رانا حابين نخدمو ميم لو فون تاع ستادي الخوا هذا نحيوه حتى لوين نتحصلوا على هذا الشكل. يلا يعني انا دائما نذكر سادة الاكارم لما تقصوا الكتيبات تاعكم تعطيها لكم على هذا الشكل هذا هو اللي رانا رايحين نخدموا به. يلا تفضلي اختي الحين الا كانوا حابين برك يديروا باريزون تجديدات ولا كاين دي بوشوان اللي يتباعوا واجدين تقدر يمشي للمكتبه اللي تبيع الالوان ولا يجيو عندي انا المحل اكيد كاينين دي بوشوان اللي واجدين يتباعوا يخدموا بهم سور لو كوب فوالا اضافه جديده ما تكونش بيرسوناليزي حاجه تاعها يحبها هو. يلا واصلي سهام دركا رايحين نديرو لو فون حاجه من تحت باش ما تخرجناش لو ديسان تاعك فوالا نوضحوا اكثر اعزائنا المشاهدين كما راكم تشوفوا الانسه سهام قالت لكم باش البيل تاعنا ما يتوسخش بلي كولار من تحت لازم نديروا حاجه بين القرده تاع القماش الاولى والقرده اللي تجي من تحت يعني الوجه الامامي والوجه السفلي كما راكم تشوفوا. حاولك الصبر نوضحوا اكثر سهام يعني هذا يمنع باش لاكولار ما تخرجش من الجهه التحتانيه. رايحين نبداو لوستانسيل تاعنا كاينه لاكول اللي تلصقنا للبلاستيك هذاك يعني هاد لاكول سبيسيال سبيسيال كي نكونو نخدمو دي تروك ستادي دي كوبي كيما هكا نستعملو لاكول كي نكونو نخدمو نكونو دي ديزاين كيما هكا نقدرو نستعملو لو سكوتش و بيانتو لاكول. دركا مادام حنا خدمناه نستعملو لاكول لاكول باسكو سي دي كوبي
يعني نشوف بلي لاكول درتيها في اللوغو. بيان سور باش يتلصقنا اللوغو في القماش. خليوها تنشف شويه. وهاد الخدمه مطلوبه شويه حاليا؟ مطلوبه تمشي بزاف في الصيف، تمشي اكثر في الصيف يعني. ومن ذكاء الانسه سهام باش تعطي نكهه للديكور، ما حطتهاش ديريكت يعني، ميلتها شويه هكا باش تزيد في الجماليات، لازم تكون فيها لمسات. يعني انا نشوف رفدتي نوع من الالوان. رفدنا حابين نخدموها بالدوغي ونعملوا ليها لا ديكوراسيون اون بلون ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني ونشوفوا أن الأنسة سهام استعملت نفس الطريقة اللي استعملتها المرة اللي فاتت، يعني توجور ديال الألمنيوم هكذا باش لاسيات ديالها يقعد توجور نقي، وهي طريقة ذكية على كل حال. خدم اللي نبقاو أشاك فوا نغسلو، خاصة لما يكون صنعة فيها ليكولار بزاف باش ما يتخلطوناش ليكولار. يلا واصل أختي. كيما نستعملو هذا حنا طريقة بروفيسيونيل، تنجم المنظم في الدار تستعمل أي بونج، بونج عادي كيما اللي استعملنا في الطريقة الأولى. هاد الطريقة كاين واحد الوسيلة مستعملة مخدومة بالبونج، كشغل دايرة كيما الرولو تاع البنتوره. يعني انت سيدتي ولا ما عندكش، ماشي شرط يكون عندك هذا، تقدري تستعملي البونج. تقدر تستعمل البونج كما اللي استعملناه في الطريقه الاولى باش خدمنا لاسيات. يلا تفضلي. شوف كيش أننا قادرين نخدمو بكيت الطريقة سيئة. يعني هذا تبقى أذواق. حتى الألوان على ما أظن مش بالضرورة يكون هذا الدوري هذا الذهب. يعني مش بالضرورة. حاليا نحيو الاستنسيل تاعنا. يا الله عزيزنا المشاهدين، في المرحلة الأولى عطتنا هذا الشكل، يعني رانا نشوفوا الكتيبة تاع صناعة السمال وداير بها اللون الذهبي. قبل ما نولوا للمرحلة الثانية نقولكم فاصل ونواصل. We'll be right back.
أعزائنا المشاهدين، ودائما رانا متواصلين معكم، وباش نذكر اليوم رانا في ضيافة الآنسة سهام. موضوعنا هو طريقة الرسم على القماش. شفتونا في المرحلة الأولى أعزائنا المشاهدين وين جبنا الفريضة ديالنا حطيناها على البيل، ومن بعد درنا له لاكولير دوري يعني اللون الذهبي. يلا نزيد نشوفوا مع آنسة سهام تزيد توضح لنا أكثر. كما قلنا لاكولير الاولى لازم نعاود تقنيه واحده اخرى ثانيه تحتها، يعني لازم علينا نشفو الاولى اذا كانت السيده تقدر عندها الوقت وما تحتاجوش تمشي تخليه ينشف على راحته في الهواء، والا ان رايحين نعاود اكسيليري لو سيشار بالسيشوار. تفضلي انا ماذا بيا تقومي بها باش هكا السيده الكريمه تفهم اكثر. فوالا سيداتي الكريمة، دروك عدنا اللوغو وعدنا لاكولير ناشفة، واش نديرو دروك سهام؟ نمرو لتقنية تاع الديكور، نستعملوها بنفس التقنية الأولى اللي استعملناها، نستعملو البوشوار تاعنا. هذا اللي تكلمنا عليه في الأول أعزائي المشاهدين، هذا راهو يتباع وراهو متوفر. يعني مام راني نشوف أنا كانت وحدة عندها الموهبة تاع الزخرفة تقدر تخدم وحدها في الدار. هي طريقة استديو تحتاج واش تخدم هي واش تحب، على حسب الاختيارات تاعها وعلى حسب الذوق تاعها، ومجرد ظهور قادرة تزيدها تضيفة تعطي لها لمسة. تفضلي. شي رايحين نستعملوا الباكول تاعنا. يعني الغراء دائما فيها باش ال ساسيون تاع البوشوار. تفضلي. راحين نستعملو دركا اللون الأسود، يعني سواء اللون الأسود ولا أي لون؟ عن اللون اللي يتمشى لك مع الأرضية اللي استعملتيها. يعني الآنسة سهام واش حبت توضح؟ مادام عندنا القماش أبيض رايحين نستعملو اللون الأسود، يعني اللون الأسود يتماريا مع كاع لي كولا. لي كولا ومع لونوار. يعني نستعملوا البونج، نخدموا لو تابوطاج تاعنا تاع الديكور اللي كان عندنا. التزيين يبقى كما يقول لك طريقة اختيارية، هي واش تحب هي واش تبالك جعفر. انا نخلي لك لك الاختيار، انا هكذا راها عجبتني، بصح ولا تحبي تزيدي ما يا با بروبليم. يعني حتى بلا ما درناش هذه قاعدين يكون عندنا دي ديسان جوست هكذا بلي موتيف تاع ال نخليوها تنشف باش نروحو ودركا هكذا نخليوها تنشف ستادير مادام كملنا نخليوها تنشف في الهواء. يلا أعزائنا المشاهدين في انتظار الألوان تاعنا ينشفوا نقول لكم فاصل ثم نتواصل. ولينا أعزائنا المشاهدين دائما رانا متواصلين معكم دائما في ضيافة الآنسة سهام. صنعتنا اليوم هي طريقة الرسم
قماش. بعد ما شفتونا خدمنا البيل تاعنا، نظن اختي سهام بلي راهو ناشف حاليا، يكون ناشف. يلا يا زملاء المشاهدين، الطريقه كانت بسيطه وسهله جدا، بالتالي اعطتنا بيل فيه سرعه زمان كما راكم تشوفوا يا زملاء المشاهدين. يلا سهام، وحاليا كما قلت كاين عدة طرق تاع رسم القماش. لقينا هذه اللي درناها دركا، كاين هذه اللي هي اسهل طريقه ممكن نتعرضوا لها من بعد، هي عباره على فشفاشات نستعملهم على الاستانسي كما اللي درناها قبيل. يعني نفهم من خلال كلامك سهام انه كاين عدة طرق باش نخدموا. اكيد كاين طريقه انك تخدم بالبونج، كاين طريقه ثانيه اللي هي عباره عن فشفاشات مع الاستنسيل وتكون فيه عدة ألوان، وكاين الطريقة الثالثة واللي هي طريقة الرسم باليد. يلا نبداو في الطريقة الثانية باش نوضحوا أكثر للمشاهدين. كيما راكم تشوفوا هنا اللي نشوف بلي الأنسة سهام راها دايرة ديكور شباب قفص وزاد فوق لي كولر، يعني هي نفس الطريقة اللي خدمنا بها. يعني هي نفس الطريقة في الستانسيل، يعني نجيبوا الستانسيل تاعنا نفس الشيء نلصقوه بلاكول كيما نلصقوا، نديروا عبارة على تكميشات القماش تاعنا اللي هي تعطينا الزخرفة، ورايحين نجيبوا الألوان اللي غير نفشوهم فوق لو ديسان. هذه الطريقة الثانية، زيدي وصلي. الطريقة الثالثة هي تكون بالرسم، يعني أني نختار الرسم سواء كيما اللي درنا قبيل كتبنا صنع الزمان دخل جهة من السيبر ولا ديسان اللي يكون عندنا، نجيبوا لو بابي ديكاب نديسينوه على التيشيرت تاعنا، ومن بعد نعرض الألوان تاع القماش الخاصة بالقماش نصنعه. يعني هنا اختاريتي باش يكون القماش أبيض، هنا أكحل، يعني سيدتي الكريمة ولا السادة الأكارم اللي راكم تشوفوا فينا ماشي بالضرورة يكون الأبيض ولا يكون الكحل، يعني لكم الاختيار في الأذواق. ثاني شفت حاجة هنا عجبتني بزاف، مرام. نفس الطريقة اللي خدمنا بها التيشيرت هنايا، يعني رايحين نردو الديسان كيما حنا فدنا الديسان تاع ميكي ماوس كوبينا على التيسو، ومن بعد نإيطاليو لي كولوغ تاعنا اللي خاصة بالقماش. يعني أنا نشوف باللي في هاد الصنعة باليد كتابة الأسماء تكون باليد. يعني أنا نشوف باللي في هاد الصنعة حتى الأطفال عندهم حط فيها، كيما نشوف هذه خاصة بالأطفال. هذه خاصة بالأطفال، وحنا مؤخرا كما يقول لك كنا مجموعة حرفيين بعدة اختصاصات، راحنا رايحين نفتحوا مجالات تاع التكوين واللي راح تكون هنا بالمركز التجاري إن شاء الله الرحمن الرحيم، اللي رايحين تكون تكوينات مخصصة وموجهة للطفل، منها الخط العربي والرسم على القماش إن شاء الله الرحمن الرحيم. إضافة إلى كما يقول لك الكبار كل الاختصاصات خصصنا المكرامية، الرسم على الزجاج، الرسم على القماش، الفتول، الخط العربي تاعك موجه للفئات الكبار، هو استاذ مصري على الفكره راح يقدم دروس خصوصيا هنا. عندنا ثاني الخياطه التقليديه والعصريه، نتمنى ان شاء الله كما يقول لك المبادرات الاستحسان تاع المواطن التلمساني خاصه، لان بالهدف الاول رحنا نسعى لاسترجاع الحرف في مدينه تلمسان. سيدي وحنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله، سواء لكم ولا لكل الحرفيين اللي عندهم الصنعه واللي ما راهمش حابينها تندثر. اختي سهام انا نشكرك جزيل الشكر على حفاوه الاستقبال وعلى اللي مديتي لنا هذه الصنعه وعلى اللي صبرتي معنا طيله مده التصوير. مرحبا بكم، وحنا كما نقول لك في خدمه الصنعه هذه في خدمه الحرفه هذه، ومرحبا بكم في اي وقت، اي واحد يحتاج رحنا هنا، وانتم مازال تحتاجوا منا اي شيء رحنا هنا في الخدمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا، وحنا مبتغانا من خلال هذا الشيء كله انه ندخلوا الفرجه على المشاهد الكريم. اعزائي المشاهدين، نتمنى تكون عجبتكم الحصه تاع اليوم، ونتمنى تكونوا استمتعتم معنا. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم بقوا على خير والله يعطيكم الخير. We'll be right back.